نبدي من قصة الطفل عباس ذهبية، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض للتنمر والسخرية بعد ما أعلن عن أمنيته بالانضمام إلى جهاز مكافحة الإرهاب. أحد الأشخاص رد عليه بطريقة ساخرة بأنه لا يمكن قبوله بسبب إعاقته، ونشر فيديو بعد ذلك وهو يبكي متأثر بما تعرض إلى من تنمر وسخرية. فالرد من قبل إدارة جهاز مكافحة الإرهاب ما تأخر، واستقبله الطفل استقبال مهيب جدا لتعويضه عما تعرض إلى من تنمر وتجريح. نشاهد. بلون هذا من جيراني يقول لي ما يقبلك بالذهبية لأن أنت مسوي عملية رجليك، أصدق ما يقبلون عليكم. عافية حبيب، عافية حبيب، عافية عافية، بارك الله فيك، عافية عافية. عياك عياك هذا التصرف الإنساني من قبل أفراد جهاز مكافحة الإرهاب لامس قلوب العراقيين اللي أشادوا بجهودهم وتضحياتهم. نستعرض بعض من هذه التعليقات معكم، حيث كتب ناجي الحسني: منو يسويها يا دولة؟ بس أبو الغيرة العراقي، أخ يا عراق لو تجيك ناس تحكمك عدها غيرة أفضل دولة بالعالم نصير. أحمد خلف أيضا كتب كومنت: علموا أولادكم الولاء للوطن وحب الوطن والوفاء له وحبهم لحماة الوطن، اللهم احفظ العراق والعراقيين من كيد الكائدين وأيضا الحقد. قاسم محمد كتب أيضا كومنت: أحسنتم وأنتم تشدون العزم ورفع معنويات أطفال العراق.